دي مش عارف عامله ازمه للناس ليه. ركز يا بابا كده. دايركشن اوف كوندكشن. دي رقم اثنين اهي. يعني ايه ولاد دايركشن؟ دايركشن يعني ايه؟ اتجاه. عايز السيل بودي ده ايه يا ولاد؟ الاكسون. هل يا جماعه الاكسون كده ممكن يطلع له فروع؟ يعني هو كده خط كده ولا ممكن يطلع له فرع؟ ممكن يا ولاد يطلع له فرع كده. اسمه ايه الفرع ده؟ كولاترال برانش. اسمه ايه ده؟ حتى لو شفت الكفر بتاع المذكره كده انا هجيب لك كولاترال برانش عشان عارف ان دي بتعمل الناس ايه؟ مشكله نفسيه. بص شفت الرسمه؟ ده الاكسون طالع فرع كده جانبي. شفت الكلمه دي كولاترال ايه؟ برانش. طيب حصل اكشن بوتنشال النهارده هيحصل فين؟ السيل بودي هنا صح؟ هيمشي ازاي؟ ها؟ فروم كلام واضح اهو. سيل بودي توورد الاكسون. مش ده الاتجاه بتاعه؟ مش ده الاتجاه بتاعه؟ من ناحيه السيل بودي في اتجاه الايه؟ الاكسون. يسمى ايه ده يا جماعه؟ اورسو دروميك. اورسو يعني ايه؟ اورسو يعني مستقيم. دروميك يعني توصيل. التوصيل المستقيم يعني لو احنا هترجم ترجمه حرفيه اقول توصيل مستقيم، لكن ترجمه للفهم التوصيل الصحيح او المعتاد عليه. المعتاد عليه انا متعود من ناحيه السيل بودي في اتجاه مين؟ الاكسون. في حاله في الجسم، في حاله في الجسم الاكشن بوتنشال ماشي بيمشي في الاكسون ويجي في مين بقى؟ في الكولاترال برانش. يروح داخل فيه اهو صح؟ يمشي كده. طب انت لو واقف تتفرج على الموضوع ده هتقول ايه؟ ترسم السهم فين؟ كولاترال برانش اهو. يعني كده الاكشن بوتنشال ماشي في الاكسون اوي فروم ذا سيل بودي ولا توورد السيل بودي؟ اه راح ناحيه السيل بودي. هو مش راجع على السيل بودي، هو مش راجع لها، هو هيمشي في ايه؟ كانه رايح توورد السيل بودي. هو بيعرف نسبته ايه دوت؟ ساعتها اسميها بقى اورثودروميك ولا انتي دروميك؟ انتي يعني ايه يا ولاد؟ ضد مين؟ ضد التوصيل الاولاني. يبقى الاولاني من السيل بودي لحد مين؟ الاكسون. ماشي في الاتجاه ده بقى اسمه ايه؟ اورثو. لكن لو الكهرباء لقيتها ماشيه في اتجاه عكس ده اللي هو من اكسون وماشي ناحيه السيل بودي، هو ما بيرجعش على السيل بودي، هو بيقرب ناحيه السيل بودي، يبقى اسمه اورثو ولا انتي دروميك؟ يبقى الانتي هو عكس الاورثو دروميك، عكسه. ده بيحصل في حاجه اسمها فلير اوف تريبل ريسبونس. فهمت حاجه ايه فلير اوف تريبل ريسبونس ده؟ اكتب عليها دي ناخدها في الكارديو فاسكولار ان شاء الله نهار. فبس اعرفها كده كلمه فلير. يبقى انا عندي كام طريقه في التوصيل يا ولاد؟ اثنين. المفروض الطريقه العاديه المتعود عليها فروم ذا سيل بودي توورد مين؟ الاكسون. اسمها اورثو ولا انتي؟ اورثو. لكن في بعض الاحيان هيمشي اكشن بوتنشال في الكولاترال برانش. عارف لو هو كان كتب كلمه كولاترال برانش كنا ارتحنا. كولاترال برانش دوت كده الاكشن بوتنشال كاتجاه نفس الاتجاه بتاع الاورثو ولا انتي؟ لا ماشي العكس، ماشي اتجاه تاني. دي هي فكره ايه؟ كانه بيرجع السيل بودي، بس هو يرجع السيل بودي؟ لا، كل فكرتنا انه عكس اتجاه الايه؟ الاورثو مش طبعا لما نشرح ان شاء الله الكارديو فاسكولار هتعرف المثال ده يطبق فين. خلاص؟ عايز ترسمها برسمها. طب مين يحسب سرعه التوصيل؟ ودي له 5 جنيه. سرعة توصيل العصب تحسب ازاي؟ بس لحضرتك مسافة على زين. فيه دي الايه؟ المسافة بين التو الالكتروز. زين اللي هي مين؟ الزمن. الزمن اسمه ايه؟ ليتنت بيريود. فاللي حضروا الاكشن بوتنشال عارفينها، اللي مش حضروها يبقى اكتب جنبيها في الاكشن بوتنشال. اما انا براجع بقى في المذاكرة. يبقى السبيد اوف كوندكشن يساوي الديستنس بين التو الالكترود.
على الليتنت بيريود. ما يعني ليتنت بيريود؟ ليتنت بيريود يعني ايه؟ الفترة المطلوبة لتوصيل الكهرباء من فين لفين؟ ستيميوليتنج الى ريكوردنج. طيب احنا كده اتكلمنا في كام نقطة؟ ثلاثة. ايه هم؟ المايلينيتد والنون مايلينيتد، الدايركشن، السبيد دي خدناها قبل كده. طيب اخر نقطة عندنا فاكتورز. اكتب بقى يا دكتور ان ممكن تيجي الفاكتور افكتنج الكونتاكتيفيتي سؤال واحد. مش هحسب من الفاكتور that affecting the conductivity. ايه العوامل اللي بتأثر على الكوندكتيفيتي يا دكتور اللي بتتكلم؟ ممكن ده يجي سؤال واحد. بداية كده احنا كنا لسه قايلين ان كل اول عامل هو مين؟ الدايمتر. حد يقول لي الدايمتر كل ما يزيد ها سرعة التوصيل تزيد. حد يقول لي عشان مين هيقل؟ المقاومة. طيب تبعا بقى يا جماعة للدايمتر بتاع الأعصاب تم تقسيم الأعصاب لكام نوع؟ ثلاثة. أكوردنج لإيه؟ للدايمتر A وB وC. حد شاطر يعرف يقول لي أنواع النيرونز إيه؟ أكوردنج تو الشيب اسمها إيه؟ ايه اكوردنج تو للبروسيسنج؟ يوني بروسيسنج باي بولا مالتي بولا. طب اكوردنج تو المايلينيشن؟ اكوردنج تو الفانكشن سنس مودر وانتليكشن. اكوردنج تو الدايمتر ايه وبي وسي. هي التقسيمه رقم 4. طيب تعالى بقى نعمل جدول كده. الارقام هتتحفظ للاسف. ايه بي سي الدايمتر بتاع الايه من كام لكام؟ من 1 ل 20. حرف اليو ده مايكرومتر. حرف اليو ده مايكرومتر. اكتب جنبيها مايكرومتر. مايكرومتر. طيب مايكرومتر. البي من 1 ل 5 مايكرومتر. سي اقل من 1 مايكرو. ده الدايمتر. يعني ليه عصب دكتور في لخبطه كده بقى؟ طب ما هو الاي والبي في اشتراك. يعني لو العصب مثلا الدايمتر بتاعه 2 مايكرو اعتبره ايه ولا بي؟ هتكمل بقى تكمل ايه الفرق الثاني؟ سبيد اوف كوندكشن سرعه توصيله. الاي من 20 لكام؟ ل 120 متر في الثانية. يعني أقل نوع في الاي كان سرعته كام متر؟ 20. أعلى واحد كان كام؟ 120 متر في الثانية. ده صاروخ ده يعني بيقطع 120 متر في الثانية. ده جسم الإنسان كله كام متر؟ يعني 190 يعني؟ لو العصب جاب من رجلك لحد مخك هيبقى طوله كام؟ 90 190 سم يعني؟ ده بقول لك بيقطع 120 متر في الثانية الواحدة. يعني 2 متر هيقطعوا في ايه؟ في جزء من الثانية. طب أمال البي؟ من 5 بكام؟ ل 15 متر في الثانية. أظن كده الموضوع واضح قدامك، إيه هو اللي واضح؟ إن الإي اللي هو لو واحد مايكرون هيبقى سرعته كام؟ 20. طب لو كان بي 1 مايكرون سرعته تبقى كام؟ 5. هو أقل واحد أقل سرعة، أقل واحد أقل سرعة. طب أمال السي؟ ده غلبان ده من نص متر ل 2 متر في الثانية. أوعى تتلخبط في التمييز. يبقى مايكرون هنا متر في الثانية. طيب النقطة الثالثة الديوريشن، مش مكتوبة الكلمة عندك كمان، ديوريشن اوف سبايك بوتنشال. مين الشاطر يقول فين سبايك بوتنشال ده؟ لا مش كله غلط غلط. في اسمها ايه؟
ستيمولس ارتفاكت. والوقت الزمني اسمه ايه؟ ليفلنج. حد هنا اسمه ايه؟ فايرنج ليفل. ها رابد ري بولاريزيشن. ها سلو بعد السلو ايه؟ هايبر بولاريزيشن. الحته دي هي مين؟ هي السباين طالعه والنازله دي. كام بقى؟ في حاله الايه؟ تبقى نص ملي سكند. البي 1 ملي سكند، السي 2 ملي سكند. يبقى العصب اللي احنا كنا شغالين عليه ايه؟ مش احنا كنا بنقول الازمان فاكرين من الفايرنج ليفل حتى انتهاء الرابيد ريبولاريزيشن كام ملي سكند؟ 2. وكانت السلو كام؟ 4. والهايبر كام؟ 40. خد بالك كنت شغال على انهي واحد؟ بقول لك السي يبقى هناك كان السي، يبقى الاي نص ملي سكند لانه سريع. اما البي 1 اما السي 2. يبقى انا كده خدت كام نقطة في المقارنة؟ ها؟ دايمتر. ها؟ سبيد اوف كوندكشن. ها؟ ديوريشن اوف سبايك بوتنشال. قصدي ايه سبايك بوتنشال؟ كل اكشن بوتنشال ولا الجزء ده بس؟ الجزء ده بس. ارقام للاسف حبس. طب المايلينيشن. المايلينيشن. انا لخبطت في الترتيب بس عشان اوصل. المايلينيشن. A و B مالهم؟ مايلينيتد. فإنما السي؟ نون مايلينيتد. ركز بقى في السؤال دي في الام سي كيو. برجع اقسم الايه الى ايه؟ الفا بيتا جاما. يعني ايه ده كام نوع تاني؟ الفا بيتا جاما. عارف جه سؤال في الام سي كيو ليه؟ مين اسرع واحد؟ اه والله الايه صح؟ طب ليه الفا ولا بيتا ولا جاما؟ مش موجوده في الكتاب عندنا. ليه الفا؟ اكتب جنبه الاسرع. اديك عرفت اهو؟ ايه؟ هو بقى عادي التسلج هو كده. هو ملوش مله في الاول متوقع ممكن واحد قالك متوقع يعني. بص يا جماعه او تخيل تخيل ان في عصب هنا بيمر على العضله دي المشكله تخيل في الاتوم الجيت على دي يعني خدوا بالكم عادي بقى بتوصل لمرحله السويال دي اعملوا اكسكلوجن بالويم بالحب اي حاجه. بص لما بعد سؤال ام سي كيو ده لو جابوا قرد وادي له 100 سؤال وقول له علم هجيب 35 صح من 100 بالحظ كده. في عامل اسمه عامل الحظ فاكرين في ما خدتوش احصان ما هي احتمالات لما تجيب عمله معدنيه وترميها في السقف وتنزل مش عارف كام احتمال فاكر احصان كام؟ اه يقول لك 50% وش و50% دول. يعني انت برضه بالويم هو ليه الفا ده اللي شكله حلو هو التخين هو الاسرع ومكتوب جنبيه اسرع واحد هو الايه الفا اسرع واحد ولا يبقى هو ادخل واحد. انت عارف جه في سنه كام؟ ده جالهم في سنه ثانيه. كان سؤال في سنه ثانيه ما عندهمش درجه في ثانيه. قال لهم بالمره انا بفكركم بالنحو بتاع سنه اولى او الجرامر هي يا ولاد مين اسرع عصب؟ والله العظيم جه في اخر سنه مره. يبقى ليه الفا؟ الاسرع. خلاص؟ طيب. دايمتر سبيد اوف كوندكشن ديوريشن اوف سبايك بوتنشال مايلينيشن. انت كل ده ارقام وحفظ. تعالى بقى نتكلم على اخر نقطتين. سسبتبل يعني ايه سسبتبل؟ بالفلاحي مين اكتر حاجه بتقلل سرعه التوصيل؟ هعرض العصب لثلاث احتمالات. هعرضه للتخدير، هعرضه للهيبوكسيا يعني ايه هيبوكسيا؟ مقصود اكسجين. هعرضه للميكانيكال بريشر يعني ايه ميكانيكال بريشر؟ ضغط عصب. ضغط اضغط عليه. مين بقى؟ الايه مثلا اتاثر بيها اكتر؟ قال لك ان الايه سرعه توصيله بتقل قوي لما يتعرض لميكانيكال بريشر. بينما البي للهايبوكسي. بينما السي للوكال اناسيزي. ولا هو معنى كده ان الايه لما بحط له لوكال اناسيزي ما بتاثرش لا بيتاثر. بس مين بيتاثر اكتر؟ يعني لو جبت ايه وبي وسي حطيت لهم تخدير مين يتاثر اكتر؟ طب ليه السي؟ عشان نون مايلينيتد مش عليه ميلين مش عليه عازم فالتخدير يوصل له بسهوله يقفله قنوات الصوديوم. يبقى اشمعنى السي هو اللي بيتاثر اكتر؟ النن مش عليه غشاء مش عليه عازل فالتخدير بيوصل بسهوله. طب اشمعنى الايه هو الميكانيكال بريشر؟ اكتر كل ما يكون تخين كل ما القوه ها عليها هتبقى مؤثره اكتر. دي في الفيزياء دي القوه تساوي الضغط تساوي ايه؟ القوه على المساحه. يبقى كل ما اضغط على العصب التخين يبقى القوه الواقعه على مساحته ايه؟ اكتر. دي فيزياء يا جماعه مش عايز افكركم بالماضي القديم. يبقى الميكانيكال بريشر بيأثر على مين؟ على الايه اكتر؟ عارفين بقى يا ولاد بتحصل لنا امتى؟
فاكرين المثال اللي قلت لكم سطر دي نايت باراليسيس شلل ليله الايه ليله السبت صح ساعتها شلل ليله الخميس حطوها في عندهم ولا لسه والله موجوده في كتاب التشريح في كتاب الاسم بتاع بابر لين سيرجر وكتاب هتقول الشافه يقول يا ابني شلل ليله السبت خلاص ايه بقى اللي هو يضغط على العصب اسمه ايه يا ولاد طب خد المعلومه يلا الريديال نيرف خدتوا الريديال نيرف مش خدتوه مش خدت الحته دي طيب اديكم عرفتوه سطر دي نايت باراليسيس شلل ليله السبت نايم مش عارف شلل ليله السبت على الكرسي كده وضغط عليه اصل الريديال نيرف نوعه ايه يبقى مين اكتر واحد بيتاثر بالميكانيكال بريشر مين بالهايبوكسيا اكيد البي مين باللوك يا استاذ يحيى بص البي انا دورت عليه كتير كتير في النت وفي المراجع كلها اشمعنى الهايبوكس عليه هو مش لاقي لحم يعني انا السي ماشي لوكال انستيزيا عشان هو مش عنده ميلين فبيتاثر اكتر الايه بيتاثر اكتر من التانيين عشان ايه؟ اللي هو التخين فالقوه اللي واقعه عليها تبقى ايه؟ اكتر بس اشمعنى البي مش لاقي لها حل دورت كتير عليه انت لو دورت على الحل بقول لي ايه؟ دكتور لو وصلت حاجه على النت اكتر منه هنبهر بيك و هتبسك في مذاكره السنه دي ماشي بقول لك ايه بقول لك ايه مش هنالف خلاص انا دورت على حاجه جبتها بقول لك انا دورت ما تهاش كنت انا الفت الاول يبقى اكتر حاجه بتاثر مين بالبريشر الايه باللوك اساسيا السي بالهايبوكسيا من قال لا اعلم طب اخر حاجه الامثله ولا فاكرين لو رجعنا بالمذاكره زمان في اول نيرف مين المايلينيتد؟ بريجانجليونيك مين المايلينيتد؟ سبحان الله يبقى البي هو البريجانجليونيك يبقى السي هو البوست امال الايه؟ سوماتيك نير يعني ايه سوماتيك نير؟ كل الاعصاب اللي بتدوسها في الاناتوم السنه دي سوماتيك يعني سوماتيك اعصاب جسديه ريديال نيرف الالر نيرف الاكزيلر نيرف بريكر بليكسس لور ترانك ابر ترانك ميدل ترانك صح؟ الشغل بتاع الحاجات دي اللي بتطلع كل ده ايه؟ سوماتيك. يلا يا اولاد نلم الجدول تاني. خلصنا خلاص. ها؟ كنا بنتكلم عن موضوع اسمه ايه؟ كوندكتيفيتي. اسمه ايه؟ كوندكتيفيتي. اتكلم في جمع عناوين. اربع عناوين يلا. الاول اتكلم في المايلينيتد ولا المايلينيتد؟ المايلينيتد. الانواع المايلينيتد. اسمه بوينت تو ايه؟ بوينت تو بوينت صح او لوكال كارنت اوف فلو اوف لوكال كارنت او ممكن اسميه الاسم الثالث كارنت سينج تشرح بقى الكلام ده بقى البوست بالنيجاتيف الكلام بالالما المايلينيتد اسمه ايه نود تو نود او جامبنج او سالتات اسرع كم مره 150 مره ريبولاريزيشن رابد ثالثه مور ايكونوميك طب الاتجاهات سيل بودي للاكسون يبقى اسمه ايه؟ اورسو طب عكسه انتي سرعه التوصيل في المسافه على الزمن مسافه بتوين تو الكترود على ديتا بيريود العوامل المؤثره كان جامعه من خمسه انت قلت واحد منهم بس اللي هو مين؟ الدايمتر قسمت الاعصاب لكام طريقه؟ ثلاثه اي بي سي اي من كام لكام؟ من 21 ايه؟ مايكرو بي بعد 5 سي ليس ذان 1 سبيد اوف كوندكشن الايه 2120 البي 5 15 السي نص الاثنين ها ديوريشن اوف سبايك بوتنشال نص واحد اثنين طب ماينيشن اي وبي ماينيتد بينما السي نون ماينيتد الاي رجع تقسم اي وبي وسي الفا بيتا جاما الفا بيتا جاما مين اسرع؟ الالفا الفا بيتا جاما اللي هي الحروف اللاتينيه ها زي اي بي سي باللاتيني اسمها الفا بيتا جاما طيب الاي بيتاثر اكتر بالميكانيكال بريشر البي بيل هايبوكس السي باللوكال انستيزيا امال انت لو قريت رقم 2 ورقم 3 ورقم 4 هو نفس الكلام يعني ايه؟ اقرا كده تحت الجامعة تحت الجدول المايلينيشن ها المايلينيتد اسرع من النون مايلينيتد من كام لكام؟ 50 ل 100 اللوكال انستيزيا بتاسرع مين اكتر؟ السي الميكانيكال بيشرع مين اكتر؟ الاي الهايبوكس مين اكتر؟ وهذا عاد الطب شيبا لازم يحبوا التكرار طب ما الكلام ده مكتوب في الجدول ليه بقى جامعه شيبا بتاعتنا دي بتعيده تاني؟ لا هو بيحب التكرار بس انت في الامتحان هتكتب الجدول وتمشي وتقول ما نفس الكلام لا يقول لك انت مش مذاكر غلط لازم تكتب الخمس عوامل يعني ده بيقيسوا بالشبر كل كلمه موجوده في المذكره او في الكتاب بتحسب عليها خلاص هل حد عنده اي سؤال كل الناس تمام طيب مش عندكم اسئله خالص اسال انا بقى لا ابدا
شكشن. شكشن مين ابو شكشن؟ الساعه 9:30 ليه يا دكتور؟ يعني ايه ابسوليوت الفاكتور بيه؟ بس مش عايز كلام. ايه؟ ما احنا هي هتقول واحنا هنشرح مع بعض. ايه بقى الابسوليوت الفاكتور بيه؟ شاطر. مش عايز كلام. زي تبدو بتساوي زيرو شاطر. من فين لفين؟ حد التلت الاولاني من الرابد ري بولاريزيشن. قول ايه بقى يا دكتور؟ ما ذاكرتيش. شاطر يا دكتور شاطر. قول انت يا دكتور. من سالب 65 لحد موجب 35 كنا كتبنا قلنا ايه؟ اول صوديوم شانل ار اوريدي اوبن. دي مش مكتوبه في المذكره واحنا مليناها. طيب التلت الاولاني من الرابد ري بولاريزيشن. ايوه يا دكتور. صوديوم شانل مالها؟ ان اكتيفيتد. مقفوله من فين؟ روم انسايد. صح. طب عشان يمكن ان تستجيب لازم تعمل ايه؟ ترجع للريستنج ستيت. ايه الريستنج ستيت؟ تقفل من بره تفتح من جوه. ومن الفتره اللي بعديها اسمها يا دكتور؟ الفتره اللي بعديها اسمها ريفراكتوري بيريد. تاخد الوقت فين؟ تاخد التلتين الري بولاريزيشن. انهي ري بولاريزيشن؟ الرابد. عندي كام مشكله؟ مين بيخرج بقوه؟ البوتاسيوم. هل قنوات الصوديوم كلها بقت اكتف ولا لسه جزء منها ان اكتف؟ جزء منها ان اكتف. محتاج سترونج ولا ايه ستيمولس؟ سترونج عشان افتح ايه؟ القنوات دي. وصلت؟ طيب قول لي بقى يا دكتور المرحله الثالثه اسمها ايه؟ سوبر نورمال ولا سب نورمال؟ لا سوبر نورمال. سوبر نورمال. في انهي مرحله؟ سلو ري بولاريزيشن او افتر بوتنشال او اسمها نيجاتيف افتر بوتنشال. افتر دي بولاريزيشن. قول لي يا دكتور اكزيتابيلتي هاي ليه؟ عشان الريستنج من بين البوتنشال قريب من الفايرنج. وقلنا بيننا وبين بعض كانه لوكال كانها بارشال ايه؟ دي بولاريزيشن. ما انا سالب 80 سالب 80 دوت دي بولاريزيشن ولا بولاريزيشن؟ دي بولاريزيشن. يعني قريب ولا بعيد من الفايرنج ليفل؟ قريب. وبالاكزيتابيلتي تبقى طب اخر مرحله سب نورمال. عندي ايه يا دكتور؟ شاطر. قول لي بقى يا دكتور يعني ايه تيتاني؟ لا عندي كورس انا بعد ساعه. طب هو طب ما انت يا هو 3 11:30 11 قصدي بعد ساعه. خلاص ما هو باقي لسه ساعه بس. يبقى انت ما هو عندك 3 كورسات في اليوم. ما انت كنت بتفرض فوق لي ان في 3 كورسات في اليوم. هو عايز يعمل 4 كمان. طب ياخد حصه الخميس وبعض طيب يعني يبقى يومين فيهم 3 كورسات ورا بعض. طب ماشي امتى؟ يومين فيهم 3 كورسات ورا بعض تذاكريهم امتى؟ ما انت كده يبقى خميس والجمعه اجازه. بتوع بكره بقى اللي هم هيبقوا عليا نفسهم بكره. بس يا هيلي افتح المذكرة وبص. مش السكينة دي. متعصب كده ليه؟ يلا. بيجيب
انا الكوتش ده عاجبني، انا الكوتش ده عاجبني ده كده مطرب بس بس لا عاجبني بجد. ما اعرف محل الشارع المكاتب مين اسمه ايه ولا فين؟ ما اعرفش اسمه. طب فين؟ كنت بعدي كده وقت ايه فين؟ طيب فين؟ وفي اعتقد الشارع المكاتب اخرها كده كلها محلات جزمة. وانتي طالعة انت المنتزه؟ ايه؟ وانتي طالعة المنتزه؟ ما اعرفش الاماكن والله. انتي منين يا وسن؟ ما انا قلتلك ما انا كنتش عايشة هنا. وانتي كنت انا مش شفتي ايه الطول؟ ايه عامل بس بس يا ماما؟ عامل تاني ازاي؟ ها؟ ماشي طيب تمام. ليه يا دكتور؟ ولا حبيبي يعني ايه ابسوليت فراكتور ويف؟ مين ما حضرش الحصه اللي فاتت؟ يعني جيتوا ما لقيتوش مكانه ولا انتوا كنتوا غايبين من مزاجكم ليه؟ لا طب مين اللي جاي؟ اللي مين اللي ما كانش جاي خالص؟ مفيش مشكله انا يعني غايب الحصه بسبب مناه. انا عنده مثلا او عندك مشكله دكتور، حد تاني عنده مشكله غيرها؟ يعني الباقي ده كله ما جاش عشان ما لقى الدنيا زحمه يعني؟ ماشي طب شوف اللي ما خدش الامتحان يرفع ايده بسرعه. ابعت لهم بقى الاولاد ورا كده، ابعت الاولاد ورا طيب شويه. حصه بكره بصوا بقى ركزوا معايا، مين يا جماعه اللي واقع منه حصص؟ واقع منكم ايه؟ يعني مين النهارده الاول اول مره يحضر؟ طيب الاول مره يحضر عرفت المراجعه امتى؟ السبت الساعه 3 ريستنج من البريم بوتنشي. الاثنين الساعه 3 اكشن بوتنشي. 3 7 ونص. او خليكم اللي ما حضرش خالص استنى اخر حصه اللي يعمل ايه. طيب مين اللي واقع منه حصص؟ وقع ايه حصتي؟ اكشن بوتنشي. لا الحصه اللي فاتت. اللي فاتت. ها وقع مين اللي واقع منه حاجه ثانيه؟ اللي فاتت. اللي فاتت. مين ما عنده حاجه ثانيه غير الحصه اللي فاتت اكشن بوتنشي؟ اللي فاتت. طيب مين اللي ما خدش يا جماعه؟ مين اللي واقع منه حصص تاني؟ ايه؟ اكشن بوتنشي. حاجه تاني يعني اكشن بوتنشي والحصه اللي فاتت، حد واقع منه حاجه تاني؟ حد واقع منه حاجه تاني؟ خلاص اللي ما خدش الامتحان عارفين مكتبه التو بي اتباع فيها المذكرات، خد الامتحان من هناك. اللي ما حضرش خالص يجي لي اقول له كلمتين ويتكل على الله يلا.